فريك باللحمه والكراويه. هنحمص الكراويه الاول هنا قبل كل حاجه. وادي كمون عشان ايه نطحنهم مع بعض، مش هنحطهم سيدس كده لا. حلوه صلاه النبي. بحمصهم لازم عشان اطحنهم. طيب كده قطعنا اللحمه، لازم احمص الكراوية والكمون يا جماعه عشان ريحتها ممكن تكون نفاذه شويه. نديله بقى الملح بتاعه هنا. عشان نطحن كله مع بعض. ده الكركم. ده الكاري. كل البهارات بتاعتي بحمصها هنا كده. طيب كده هنا البصل. لسه هنتكلم على الفريك. فريك لحمه مكعبات، بصل وتوم وكرات وكرفس وزعتر كراويه كمون حصى، عندي فلفل حار، كاري، كركم، صلصه، رشه سكر، كزبره خضراء، قرفه، بهارات، حمص مسلوق، مرق، سمنه بلدي، ملح وفلفل. حلو والله الكلام ده كله، مش وحش. نجيب بقى دول نطحنهم. اهو البهارات كلها اهي، دي البهارات كلها. طيب نجيب بقى اللحمة المكعبات بتاعتي. كده بنعصج اللحمة ونديها نص البهارات اهو. ده الكرفس والكرات، وادي الفلفل، زعتر، مكعب مرق. حبة السكر. كزبرة خضراء. حمص. طيب ده الفريك مع اللحمة اهو. بسم الله الرحمن الرحيم.
طاجن، اوعى السكة والطريق.